قال لويس: يا أصدقاء، هل ترون أي شيء؟ وهنا جوزيف قال: لا، بشكل متردد وكأنه ينتظر شيئا مرعبا على وشك الحدوث، شيئا ربما لا يجب على هؤلاء الأطفال أن يروه. أهلا بكم بعالم تغزور وحوش بكل مكان، كنا بندنا تصطي في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي وأهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم يا أصدقاء عن الـ SCP-1471 والذي يسمى مال أو، وكيف استطاع تهكير لعبة ماينكرافت. وطبعا لدي هنا قاتل الضحك وزينجو، ولذلك قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. كان عام 2015، لويس وجوزيف وسيدني كانوا مثل باقي الأولاد في أعمارهم، والذي كان 11 عاما، يسهرون في السر ويشاهدون فيديوهات مرعبة على الانترنت عندما يظن والديهم أنهم نائمين. أوه، كنت أفعل ذلك أنا أيضا. يذهبون للمدرسة كل يوم متحمسين للأشياء الرائعة التي سيقومون بها عندما أخيرا يرن جرس المدرسة في نهاية اليوم. وكان هؤلاء الأولاد يلعبون الكثير والكثير والكثير جدا من لعبة ماينكرافت. عندما لا يكونون في المدرسة يتسكعون في المنتزهات ويصورون فيديوهات تيك توك غبية نوعا ما، أو يشاهدون تلك الفيديوهات المرعبة والغامضة على الانترنت. وأيضا بعد كل هذا سوف يلعبون معا أونلاين لساعات إضافية في البناء والحفر داخل لعبة ماينكرافت، أو حتى يلعبون سيرفايفل مود ويرون كم يستطيعون الصمود أمام هجمات تلك الوحوش. ولكن كان لديهم شيء مشترك واحد أثناء لعبهم ماينكرافت، والذي كان يشغل معظم وقتهم، وهو مهمة خيالية وحيدة، وهي التعقب والبحث عن أسطورة ماينكرافت، وهو المخلوق الأسطوري الهيرو براين. طبعا في تلك الحقبة القديمة عندما كان لا يوجد انترنت كانت قصص الكريبي باستا موجودة آنذاك، فالأولاد بفطرتهم يحبون الرعب والغموض مثل أي لعبة فيديو أخرى. الحدود الجديدة لهذه اللعبة مع جميع المناظر الطبيعية التي تم إنشاؤها كانت تشكل غموضا لهؤلاء الأولاد، والغموض كان يتساوى مع الحماس والرعب أيضا. فبعد كل شيء، من سيعلم ما الذي يحدث خلف باب مغلق؟ الهيرو براين كان بالتحديد هو أسطورة لعبة ماينكرافت الشهيرة. قصص تم تداولها أنه يوجد سكين في ماينكرافت لديه عينان بيضاء اللون قد ظهر في اللعبة حتى في السولو ماتش، وكان يرعب اللاعبين. قام أحد متجسسي الانترنت بإلقاء نظرة على الهيرو براين الغامض، والذي اعتقد أن الهيرو براين روح معذبة لشقيق مصمم لعبة ماينكرافت الميت. مصمم اللعبة يسمى ماركوس بيرسون والمعروف بنوتش. في السنوات التي تلت ظهور الأسطورة لأول مرة، نوتش بنفسه نفى هذه الادعاءات وصرح بأنه أصلا ليس لديه شقيق. إذن الإشاعات لم تكن حقيقية. والآن لنعد إلى لويس وجوزيف وسيدني. كانوا سعداء بهذه الشائعات، فهذا يبقيهم متحمسين في البحث عن أسطورة الشبح. كيف يمكن لأي من هؤلاء الأولاد أن يعلموا أن هذه المتعة التي في رأسهم سوف تقودهم إلى وحش حقيقي داخل هذه اللعبة؟ كان يوما دراسيا عاديا مثل باقي الأيام، وهنا كانت الساعة 7:15 مساء. الأولاد الثلاثة كانوا جميعهم داخل سيرفر واحد. لويس كان يأكل أصابع الدجاج المقلية، وجوزيف لديه الشيكن ناجتس، وسيدني التي تناولت عشاءها قبل الآخرين كانت تأكل بعض الحلوى. كانت شخصيتهم في اللعبة تلبس الدروع الألماسية مع سيوف ألماسية للعب، لأن جوزيف أقنعهم بطريقة ما أن الألماس كانت دليل على الشبح، فلقد قرأ ذلك على الانترنت. يا إلهي، ليس كل شيء تقرأه على الانترنت أو تراه يكون حقيقيا. أصبت يا زينجو. والثلاثة قاموا بصنع قصر ماينكرافت مذهل جدا وخاص بهم، لجعله بداية مكان الانطلاق في رحلة صيدهم للهيرو براين. ملاذ آمن محاط بأسوار حجرية طويلة جدا ومشاعل للإضاءة تكون معلقة على جدران، يبقيهم هذا المكان آمنين إن حدث أي شيء مرعب أثناء لعبهم. طبعا كلمة لعب لم تكن تنطبق على هؤلاء الثلاثة، ففي عقولهم كان لديهم عمل مهم وهو التحقيق في وجود الهيرو براين. فبعد كل شيء، إن استطاعوا بأنفسهم إيجاد الهيرو براين سوف يصبحون إحدى أساطير الكريبي باستا، فهذا الشيء سوف يستحق كل ذلك العناء الذي بذلوه. لقد كانوا دقيقين جدا في بحثهم، محددين نطاق كل زاوية في الخريطة وجامعينهم
في قائمة ليحددوا الأماكن الذي بحثوا فيها من قبل. وبعد تقصيرهم في واجباتهم إلى الآن لم يجدوا الهيرو براين. الليلة في هذا اليوم كانوا يبحثون في مكان عميق داخل الغابة الضبابية في منتصف الليل. لقد وجدوا بعض العناكب والهياكل العظمية، ولحسن الحظ لم يصادفوا مخلوقات الكريبرز، وتابعوا تقدمهم نحو الظلام. وهنا قال لويس: إن المكان مرعب جدا هنا، لماذا علينا الحضور إلى هنا في الليل؟ إن المكان خطير جدا بوجود كل هذه المخلوقات. وهنا قالت سيدني: ولكن الليل هو الوقت الأمثل للأشباح. جوزيف: هل تعتقد أن الأشباح سوف تتمشى هنا في وسط النهار؟ مستحيل، يجب أن يكون في الليل. وهنا لويس لم يستطع أن يجادلهم لأنهم كانوا على حق. تابعوا التقدم مستخدمين أساليبهم الخاصة في الكشف عن أي شيء غريب أو حتى خارق للطبيعة. لن تتخيلوا الفرحة والحماس عندما اكتشف جوزيف كهفا غريبا ومظلم، ولم يكن من المفترض أن يكون هذا الكهف هنا. وهنا الجميع فورا علموا بما الذي عليهم فعله، وهو الدخول إلى الداخل والتحقق والبحث. عندما دخلوا لاحظوا بعض الأشياء الغريبة، ومنها أنه لا يوجد أي من المخلوقات أو الموبس في هذا الكهف. كهف وفي منتصف الليل، بالطبع يجب أن يكون هناك بعض الأعداء، حتى إن الأضواء داخل هذا الكهف لم تكن مثل المشاعل العادية، فقد بدا المكان أكثر ظلما. فهنا يوجد حتما شيء مقلق حول هذا الكهف، فلقد لاحظوا ذلك. قال لويس: يا أصدقاء، هل ترون أي شيء؟ وهنا جوزيف قال: لا، بشكل متردد، وكأنه ينتظر شيئا مرعبا على وشك الحدوث، شيئا ربما لا يجب على هؤلاء الأطفال أن يروه. وهنا قالت سيدني: أجل، لم أرى أنا أيضا أي شيء، ربما علينا ال... وهنا جوزيف قام بالصراخ فجأة، واقترب الاثنان منه ليروا جوزيف قد وجد شيئا غريبا في هذا الكهف، وهو عبارة عن تصميم NPC يبدو غريب الأطوار وحقيقي نوعا ما، ولا يتناسب أبدا مع عالم ماينكرافت. يمتلك هذا المخلوق فراء لونه أسود وعيونا بيضاء مرعبة، وكأنه يحدق في لا شيء. هل هذا مخلوق آخر؟ ربما أضافوا شيئا آخر في آخر تحديث. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يهاجم؟ قال لويس: ماذا يكون هذا الشيء؟ وقال جوزيف: لا أعلم، ولكنه مخيف جدا. وفجأة رسالة تظهر على الشاشة من لاعب آخر، أو ربما ليس لاعب، واليوزر يسمى مال أو. مضمون الرسالة: مرحبا، هذا ليس لطيفا، عليكم ألا تحكموا من خلال المظهر أيها الأولاد. وهنا توقفوا مندهشين للحظة، فالكثير من هذه الأشياء لم تكن منطقية لهم، فيبدو أن هذا المخلوق قد فهم وسمع أصواتهم واستطاع الكتابة والرد عليهم، وقد تأكدوا أنه لم يكن لاعب آخر، وحتى أنه لم يهاجم مثل أي مخلوق في هذه اللعبة، ولا واحد منهم علم حقا ما الذي يحدث هنا. قالت سيدني: هل أنت هاكر؟ ثم رد عليها: لا، أنا فقط أشعر بالوحدة وبعيد جدا عن موطني، من اللطيف أن أكون بصحبتكم، هنا لا يأتيني زوار عادة. فقال له لويس: هل سمعت بالهيرو براين؟ هل هو صديق لكم؟ يجب أن تعرفونني عليه، أحب عمل صدقات جديدة. كان ثلاثة أولاد في حالة صدمة بينما تابع المخلوق أسئلته للأولاد سائلا إياهم عن مدرستهم وأصدقائهم. لقد بدا حقا سعيدا بصحبتهم، لذا لم يشعر أي أحد منهم أنه يشكل تهديدا لهم. وعندما تأخر الوقت أتوا آباءهم وأخبروهم بالخروج والخلود إلى النوم. كتب مالأو أخيرا: لقد استمتعت حقا بالتسكع معكم يا أولاد، عودوا لزيارتي غدا مجددا، إذا لم تأتوا فأنا قادم لزيارتكم بدلا عن ذلك. لم يشعر أي من الأولاد بالتهديد أو الخطر من آخر رسالة، بل بالعكس ذهبوا للنوم متحمسين ويغمرهم الفضول. التقوا في اليوم التالي داخل اللعبة وبدأوا بالتكلم عن ذلك الشيء الغريب الذي وجدوه بالأمس. قال لويس: هل تظنون أن لديه أي علاقة بالهيرو براين؟ ردت سيدني: عليك أن تنسى الهيرو براين، كل الأشخاص الآخرين لديهم الهيرو براين، ولكن نحن لدينا شيئا أفضل، شيئا نحن فقط الذي اكتشفناه، لدينا مال أو. ولاحقا في تلك الليلة جوزيف الذي كان أكثرهم خبرة حاول البحث عن مال أو، وفجأة بدأ يصبح الأمر مرعبا قليلا، فلقد وجد تطبيقا مصمم بشكل سيء أو بدائي يسمى بمال أو 1.0.0، ومكتوب في داخله ملاحظة مضمونها: لن تشعر بمشاعر الوحدة السيئة تلك بعد الآن،
مال أو تجربة رائعة سوف تجعلك منخرطا ومثيرا للاهتمام. فقط بعد القليل من الساعات من لعب هذه اللعبة سوف تنسى كل تلك المشاعر من الخذلان والإحباط. كن جزءا من هذا الشيء المجنون، سوف يصبح البديل الاجتماعي جديد. تذكر كلما شاركت أكثر كلما مال أو ارتبطت بك، تجاربك تعود فقط إليك، وبالطبع لا يوجد إعلانات. استمتع. غريب جدا إذا كان هذا الشيء الذي أظهره في اللعبة عبارة عن حملة إعلانات غريبة لهذا التطبيق، ولكن ربما الاسم كان مجرد صدفة، ربما كان شخصية مشهورة من اليابان أو شيء من هذا القبيل. وبعد عدة أيام الأولاد وفوا بوعودهم، فقد زاروا مال أو كل ليلة متحدثين معه وآملين باستخراج المزيد من المعلومات من هذا المخلوق، ولكن كل ما استطاعوا الحصول عليه هو تصريح كتابي يقول: أنا لا أكون عادة هنا، ولكن الجميع يحتاجون إلى عطلة من فترة لأخرى، لا يمكننا إمضاء كل حياتنا على هواتفنا. وطبعا الأولاد تأقلموا على مال أو مع مرور الأيام، حتى أنهم نسيوا الجملة المرعبة الذي قالها لهم في أول لقاء. هل تذكرتموها؟ أجل، لقد قال لهم: عودوا لزيارتي مجددا غدا، إن لم تفعلوا فأنا سوف أقوم بزيارتكم بدلا عن ذلك. أصبت يا زينجو. ولكن في أحد الأيام لم يستطيعوا المجيء وزيارة مال أو لأنهم كان لديهم واجبات منزلية كثيرة جدا. وفي هذا اليوم جميع الأولاد الثلاثة بدأوا يحصلون على رسائل غريبة على هواتفهم. أرسل لهم صورهم بينما كان هو مختبئا في خلفية الصور، وهنا ارتعبوا جميعا وقرروا الذهاب والعودة إلى ماينكرافت بأسرع وقت والتحدث مع مال أو داخل كهفه. ولكن هذه المرة مال أو لم يكن هناك، كان الكهف فارغا ولم يروا مال أو في أي مكان، ولكن الرسائل لم تتوقف أبدا بينما كان يقترب المال أو منهم أكثر فأكثر. فكر الأولاد بإخبار والديهم، ولكن هل سوف يصدقونهم؟ فإنها تعتبر قصة عادية مثل قصة أسطورة الهيرو براين، وسوف يعتقدون أنهم كاذبين أو مجرد مقلب صغير من أولاد صغار. المزيد من الصور كانت تصل، وفي هذه الصور كان المال أو هذه المرة أمام منزل كل واحد فيهم. يا إلهي، بدأ الأمر يصبح مرعبا جدا. أجل، لقد حذرهم، يا لهم من مساكين. كان يراقبهم، وفي إحدى الصور يستطيعون حتى رؤية أنفسهم من خلال النافذة. ليس لديهم أي معرفة عن وجود هذا المال أو. لم يشعر أي من الأولاد أنه يلعب ماينكرافت في تلك الليلة، فلم يعد الأمر ممتعا بعد الآن. بدلا من ذلك أغلقوا على أنفسهم كل شيء، النوافذ وحتى الستائر. وطبعا بعد تفقدهم ماذا يوجد تحت السرير؟ وبالطبع استمرت الصور بالوصول إلى هواتفهم، والمال أو يقترب أكثر فأكثر. ففي كل هذا الوقت الذي كانوا يحاولون فيه إيجاد شيء خارق للطبيعة، فبدلا من ذلك ذلك الشيء هو الذي وجدهم. ماريكم يا أصدقاء، برأيي إنهم فقط مجرد محبي للمتعة، ولكن للأسف لقد تورطت في ذلك. أصبت يا زينجو. فجميعنا أحيانا لدينا فضول في شيء ما. وأنتم يا أصدقائي، إن وصلتم إلى هنا أخبروني ببعض التجارب أو الأبحاث التي قمتم بفعلها. والآن لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، كنا بند نتصدى في كل الأزمان.